ومن الفوائد المدرجة أن الخطيب إذا دعا لا يرفع يديه ولا يرفع المأمومون أيديهم إلا في حالة الاستسقاء كما جاء في الصحيحين، ما عداها من دعاء فلا. وكان إذا دعا صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة من غير استسقاء وحتى في الاستسقاء لم يكن ليستقبل القبلة، وإنما كان يستقبل أصحابه رضي الله عنهم. وبالتالي فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه، وإنما عند ذكر الله والدعاء يشير بأصبعه السبابة. ولذلك عمارة ابن رؤيبة كما عند مسلم لما رأى بشر بن مروان يرفع يديه قال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يقول هكذا، وأشار بأصبعه السبابة. ومن هنا ما يفعله بعض الخطباء من تحريك الأيدي في ثنايا الخطبة على وجه الاستمرار، هذا لا يعلم له أصل في السنة إلا إن دعت الحاجة كأن يبين شيئا فلا إشكال. والدليل ما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: يأخذ الله السماوات والأراضين بيده ويقول أنا الملك، فيقبض أصابعه ويبسطها، قال ابن عمر: قال فرأيت المنبر يهتز من أسفله، فقلت: المنبر ساقط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على التسليم بأن هذه الخطبة خطبة جمعة. إذن ما يفعل على وجه الدوام من تحريك اليدين من قبل الخطباء هذا لا يعلم له أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا إن دعت حاجة فلا إشكال في هذا.